سلام خوشي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنوريكم واحد السماد اللي هو احسن سماد اللي يمكن انه يستغنيك على كاع الاسمده الكيميائيه. ترى نتيجه مذهله، وكنتمنى الاخوان ديالي انكم تجربوا هذا السماد لانه سماد بدون تكلفه لجميع النباتات، منها الفواكه والخضر ونباتات الزينه. مهم اخوتي كيصلح لكاع النباتات، وان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تحضروه بدون تكلفه وعنده نتائج مذهله اخوتي. وقبل ما نوريكم كيفاش تحضروه وكيفاش تستعملوه، فاول حاجه غادي نوريكم النتائج ديالو اللي مذهله، ومن بعد اخوتي عاد باش يمكن لكم تحكموا عليه، فهو افضل كيعتبر عندي انا افضل سماد طبيعي وما كيضرش بالنباتات بتاتا. ودابا اخوتي قبل ما نستعملوه غادي نوريكم النتائج ديالو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنا يا اخوتي، فانا هنا استعملته على هاد الشتله ديال الليمون اللي هي مزروعه اخوتي في اسيس او في محبق او في وعاء كيف ما كتشوفوا، وتبارك الله ما شاء الله نموات جديده اخوتي، يعني كيعطي للشتائل ديالك واحد السرعه في النمو كما كتشوفوا. اللهم بارك الازهار، وهنايا تبارك الله الثمار كيف ما كتشوفوا، يعني النتائج ديالو اخوتي انتوما كتشوفوا النتائج ديالو، يمكن لكم تحكموا على النتائج ديالو. شوفوا اخوتي اللهم بارك، الامر جد بسيط اخوتي. شنو غتحتاجوا؟ غتحتاجوا السماد ديال الدواجن اللي هو هذا، على هذا الشكل. هذا هو السماد ديال الدواجن، وراه ديجا هضرت لكم عليه وقلت لكم بلي تقدروا تاخذوه من عند اي بائع دجاج قريب لكم او قريب منك. كتاخذ شويه ديال السماد على هذا الشكل، هذا كديرو في وعاء على هذا الشكل، من بعد اخوتي كتكب عليه الماء. هذا اخوتي كيتسمى شاي الكومبوست، هذا كيتستعمل للتحفيز ديال الزهور او تحفيز ديال الثمار للاشجار المثمرة. من بعد كتاخد اخوتي كتخلطو على هذا الشكل، هذا كما كتشوفوا كتخلطو مزيان، ولكن نفوح منه شي وعاء على هذا الشكل هذا، وكنخليوه اخوتي يبقى لمده ديال اسبوع او اسبوعين. ومن بعد اخوتي كنجيو كناخذوا السماد ديالنا على هذا الشكل هذا، وكناخذوا شي وعاء اللي غادي نسقوا به، وكنكبوا فيه هذا السماد كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا غير شويه، وكنسقوا به اخوتي الازهار ديالنا بكل سهوله. كيبقاو الازهار ديالنا دائما مزهره. فالشاي الكومبوست فهو يعني غني عن التعريف، يعني تقريبا كل الناس عرف شنو هي الاهميه ديالو، ولكن الاكثريه كيهملو وما كيستعملوش، فراه عنده نتيجه مذهله كيف ما كتشوفوا هنايا. فانا كنستعمل غير الشاي الكومبوست للازهار، وكما كتشوفوا هنايا اللهم بارك وزيد في ذلك، فعندي حتى الاشجار المثمره كنستعمله. اما خوتي بالنسبه للناس اللي كتسولني على النوع ديال التربه اللي كنزرع فيه، فراه تربه عاديه هذه، ماشي بيت موس، واخا كتبان لكم تربه سوداء، ماشي بيت موست، يعني غير تربه عاديه. وان شاء الله موجد لكم فيديو عليها كيفاش تعاود تجدد التربه ديالك وتضيف لها عناصر كبرى وعناصر صغرى من اشياء بسيطه اللي عندنا في المطبخ اللي كنرميوها. ان شاء الله غيكون فيديو مهم ومهم لكاع الناس اللي عندهم فقر في التربه. وكنتمنى الى عجبكم المحتوى ما تنساش تدعموا معاك بشي لايك، وما تنساش معاك الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله الفيديو ديال تجديد التربة. وخليت لكم اخوتي الراحة، وسلام الله عليكم.